ما كاينش شي كذاب يمكن يعترف بانه كذاب وانه بلا ذاكره وكينسى الخيط ديال الحكايه بحال بطل هذه القصه. شكون هو في نظركم؟ بكل بساطه تقدروا تقولوا عليا او عالم مغربي داز في هاد السنين الاخيره. الا كان الاسم الشخصي عندي تقليدي شويه، فراه الاسم العائلي عندي كلاسو تاريخي. المسار ديالي طويل، فيه بزاف ديال الاقنعه والتقلبات. كنمشي على كرشي وعلى ظهري، بديت بالصداع وانتهيت كيف ما كيعرف الجميع بالتموقع في الواجهة، واجهات المغرب السي. راني وليت مني القصر ديريكت، وليت قاع عند الموردين ديالي اهم رجل في الدولة. غير اجيو تكلاصة، خاصك تكون تبيع جافيل ومدوز الاسواق الشعبية وتكون حلايقي بالمزيان، والشعبوية كتمشي لك في الدم ديالك. كيقولوا سيادنا الاولين، والله الا ما قفلتي لا فورتي. باش تكون في الواجهه خاصك تكون مسنطح وسنطيحتك كبيره، حيت الواجهه والزعامه عندها شروط ديالها. اولها تسالي مع الاخوه والشركاء، تبرقك بيهم، واذا اقتضى الحال طيع عليهم الباطل، ما تخلي حتى واحد يثق فيهم. هاد الاسلوب كنت كنديرو في الدار وانا برهوش لخوتي الصغار، كنت كنشريها لهم مع الوليد باش نكون انا العزيز، باش ندي الرضا، وباش الا كانت شي استفاده ماديه نكون انا الاول. داكشي اللي كان مني تاسسنا التنظيم ديالنا وحنا في قمه الصراع. كانت التقارير ديالي على صحابي دقه بطله، كانوا صحاب الوقت سايقين فيا. من بعد قصحيه الراس، ومن باب رد الجميل والاعتراف بالمجهود ديالي وديال واحد المجموعه بحالي، كان لابد باش نستافدو في العلن وبوجهنا احمر بالديمقراطيه. بغيت نقول الله يرحم البو عزازي ديال تونس، حيد داك الاحراج على المخزن وعلينا باش ندخلو حتى حنا بطايطاي، باش نخدمو البلاد والرعيه وحتى نسمانو شويه. داكشي اللي كان، وترفع علينا الحرج وجبنا الربحه من الصندوق. هادشي في الحقيقه ما كانش مخطين ليه ولا حالمين ليه، لكن بدفع منا وعشرة منهم جاب الله التيسير. أراك دابا للإصلاح، وأراك دابا للمفردات الرنانة وخطاب القيام وحلال الفم، وما فيها باس إلا قلنا الرجوع للكتاب والسنة وبزاف ديال الهضرة ديال الحلاقية والمزايدات الخاوية. راه في نهاية المطاف المغربي خاصو يفوج ويضحك، وخا تكون واصلة ليه العظم. غادي نسالي هاد الفيلم ديالي بالزربة ونقول لخوتي المغاربة كلهم، راه المغرب زين والله لا زين، خاصنا غير نعرفو كيفاش، ونعرفو راه ورا الكذاب دايما كاين شفار كبير. عرفتو شكون انا ولا لا؟قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.